أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كل من ترك السنة يكون كافرا؟ فيه تفصيل، لأنه قد يكون أنه ما بلغه الحديث، يكون بلغه ولم يصح عنده وصح عند غيره، يكون بلغه وصح عنده لكن فسره بتفسير ظهر له ولم يظهر لغيره، أو فسره بتفسير ظهر له غير صحيح والتفسير الصحيح عند غيره، له معذار في هذا. ولهذا صنف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام وذكر أعذاره، فإذا كان له عذر فإنه لا يضلل، ولكن يقال أخطأ، قال أخطأ. أما إذا كان متعمدا لا شك أنه يضلل أو يكفر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.